تم تسجيل هذا المقطع يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022. السلام عليكم. اليوم قد يكون المقطع أفضل مقطع نزلته. نزلت الكثير من المقاطع وكنت سعيدا فيها، لكن هذا المقطع أنا سعيد جدا. المهم لا أريد أن أقول أن المقطع جميل ومدهش ورائع من كل جوانبه، لأن قد يقول بعضكم أنه يقول أن المقطع جميل لأنه مقطعه، لذلك سوف أترككم أنتم تقولون إذا كان المقطع جميل أم العكس. المهم اليوم يوم الجمعة، وليت اليوم الذي هو يوم الجمعة الاحتفال بالمولد النبوي، مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنني عندما أقول لكم صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا مهم عندي ومهم في المقطع عندي. المهم أنا ولدت يوم الجمعة، واليوم يوم الجمعة سوف يكون في الليل احتفال بالمولد النبوي، مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المهم اليوم لدينا مقطع جميل، لم أستطع أن أتمالك نفسي، مقطع جميل بكل ما تعنيه الكلمة، لم أستطع أن أتمالك نفسي. المهم وقلت بأنه جميل. المهم اليوم في هذا المقطع سوف أستمع إلى العديد من التلاوات، وسوف أقيم الأشخاص الذين سوف يتلون القرآن بالطبع، وحسب أن الصوت عجبني وأن التجويد كان جميل وأن تلاوته تجعلني أن أستمع إليه لمدة طويلة، هكذا سوف يكون التقييم. لا أريد أن أطلع عليكم، فلنبدأ. القارئ الذي احتل المركز الخامس، القارئ صاحب الصوت الجميل والعذب عمير شميم، استمعوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذ
نبذناه بالعراء وهو سقيم. حقيقة أخجل عندما أوقف القرآن قارئ صاحب صوت جميل جدا يجعلك تستمع إليه لمدة طويلة. نذهب إلى القارئ الذي بعدها. نعم، القارئ الذي احتل المركز أو المرتبة الرابعة، قارئ صاحب الصوت، صوت جميل، صوت فيه أمل، صوت جميل، صوت تحس بالخشوع. أريد أن أخبركم أن هناك 3 قراء دائما عندما أستمع إليهم أبكي. كان هناك 2 والآن أصبحوا 3 وهذا واحد منهم. نعم، إذا رأيتم أي ردة فعل غير معتادة فلا تندهشوا، المهم فلنستمع بسماع. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحق، ما سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية، وجاء لنجعلها لك
جميلة جميلة جميلة، تدخل قلب كل شخص. لم أتملك نفسي حقيقة، لا لا بدون تعليق. قراءة ذات صوت خشن وفيه رقة للقارئ الذي بعده. نعم، القارئ الذي احتل المركز الثالث، منصور السالمي، صوت جميل يجعلك تستمع إليه يعني كل يوم. استمعوا بتمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. قراءة جميلة، قراءة صوت رقيق فيه أمل، تجويد رائع، مع أن صوته ليس يعني صوت جميل جدا مثل العوسي، لكن صوت جميل. نذهب إلى القارئ الذي بعده، القارئ الذي احتل المركز الثاني، وهو أيضا من القراء الذين يبكونني عندما استمع اليه. استمعوا بسمع الى القارئ احمد النفيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
الفصل غد واتقوا الله أخجل عندما أوقف تلاوة القرآن. القرآن كلام الله، أخجل عندما أوقفه حقيقة. تلاوة ذات صوت جميل، صوت تستمع إليه ليس كل يوم بل كل ساعة. المهم اذهبوا الآن إلى القارئ الذي احتل المركز الأول. يا له من صوت، لا تفوته، وأيضا لا تفوته المقطع، شاهدوه كاملا من بدايته إلى آخره، شاهدوه كاملا. المهم اذهبوا إلى القارئ الذي بعده. نعم أنتم مستغربون، من هذا الشخص؟ هذا شاب كوري. ثم تقولون ما الذي يفعله شاب كوري في مقطع تستمعوا إلى قراء يتلون القرآن؟ نعم سوف أعمل ردة فعل على شاب كوري يستمع إلى تلاوة القرآن، تلاوة القارئ الأول عندي حسب رأيي الشخصي. شاهدوا المقطع. مرحبا أصدقائي، 안녕하세요 여러분. 제가 영상을 올리다 보면 댓글로 다음 영상 아이디어를 제공해 주시는 분들이 종종 있어요. 제가 그 댓글들을 하나하나 다 읽어보는데 정말 많은 분들이 꾸란에 대해서 리액션을 해달라고 하시는 분들이 정말 많았거든요. 그런데 제가 사실 무슬림도 아닌데 꾸란 리액션을 해도 되는 건가 싶어서 그동안 안 하고 있었거든요. 그런데 따지고 보면 꾸란도 아랍 문화의 일부분이라고 생각을 하기 때문에 오늘 한번 리액션 해보도록 하겠습니다. 제가 지금 가장 걱정되는 거는 제가 과연 이 영상을 보면서 저에게 어떤 감흥이 있을까라는 걱정이 가장 크거든요. 그래서 그냥 이렇게 무표정으로 보다가 영상이 끝나버릴 수도 있을 것 같아서 그게 가장 걱정이에요. 그래도 많은 분들이 요청해 주셨으니까 제 생애 처음으로 꾸란 영상을 보도록 하겠습니다. 오케이. 원나지아티 걸꺼운
والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة
وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر يا لها من تلاوات جميلة جدا تدخل القلب كما أخبرتكم، كلها تلاوات للقرآن بأصوات جميلة، لكن هناك دائما شخص تفضله على شخص، وهذا يختلف من شخص إلى آخر. وهذا الترتيب الذي رأيتمه الآن للقراء الخمس حسب رأيي الشخصي. المهم لم ينتهي المقطع، لا تعتقد أن المقطع انتهى. المهم الآن أعتقد أنني سوف أتكلم باللهجة الجزائرية وباللغة العربية. آسف لأنني أحيانا عندما أتكلم باللغة العربية شوية أتأخر كما الآن. المهم الآن سوف أتكلم على أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما أوتيت إلا لأتمم مكارم أخلاق. وقال الله عز وجل على نبيه: إنك لعلى خلق عظيم. من أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم دائم الابتسام، دائما ما تراه يبتسم، أيضا لا يعيب ولا يمدح، يعيبش ما يمدحش واحد، المدح راكم عارفين. المهم لا يذم أحد أيضا. ماذا أتكلم، لا أخلاقه كلها جميلة ورائعة. المهم أعرف بأن المقطع طويل وأريد أن أقول لكم شيء مهم جدا، لا تفوت المقطع، شاهدوه كاملا. لو فوتوه وقطعتوه يعني ذهبتم من وقت إلى وقت انتقلتم، أو شاهدتوا المقطع نصفه ليس كاملا، اليوتيوب عندما يرى ذلك يقول أن هذا المقطع لم يعجبهم أو لم يعجبهم كثيرا، لم يعجب هذا المشاهد يعني، فلا ينشره. لذلك شاهدوه من أوله إلى آخره. إذا أنت فوت ارجع إلى النقطة التي فوت منها أو قطعت منها. المهم كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا بغض ولا غالد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن من خلقي. وفي الختام اذهبوا الى يعني الاحتفالية البسيطة بالمولد النبوي الشريف، مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا لا اشجع يعني المفرقعات الكبيرة، يعني ما
مفرقعات في الوسط، يعني ولا تكون مزعجة لغيرك ولا مؤلمة ومضرة لغيرك، يعني في الشارع وحدك في مكان منعزل تحتفل وشاهدوا واستمتعوا، و أريد أن أقولها الآن ثم شاهدوا. أتمنى أنكم بخير في المقطع الآتي، شاهد المقطع. أولا قبل أن نبدأ بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أولا هذا هو حسابي على الانستغرام، نعم، وحسابات أخرى موجودة في صندوق الوصف. المهم ثانيا المحتوى الذي هو الدين الإسلامي من الاستماع إلى القرآن وقصص الأنبياء والمرسلين وغيرها، هو المحتوى الوحيد الذي مستحيل أن نتوقف عنه مهما يكون الدعم سيء أو جيد، مهما يكون الدعم لن أتوقف عنه، مستحيل أن أتوقف عنه. فلنبدأ بالاحتفال. أولا لدي هذه سوف أشعلها الخمسة مع بعض، شاهد. لم يشتعلوا كلهم، بقي اثنان، سوف اشعلهم مع بعض. ثانيا اللي معروف بالزربوط ولا باللغة العربية البلبل الذي يدور، شاهدوا. كان غادي يمحي لي التليفون كان غادي يروح من الزربوط. المهم شوفوا هذا، تخيلوا ندير لكم لقطه تاع نحط بريكا وندي لاخر نشعلها نحط بريكا وندي المحيقه كيما داك السيد. المهم الذي بعده، وهنا نزيد لكم وحده HD. وإلى هنا وصلنا إلى ختام الفيديو، شاهدوا هذين المقطعين، هذا وهذا، والسلام عليكم.